الا كنتي اول مره كتزوري القناه ما تنسيش تضغطي على المربع الاحمر سبسكريبيرسي ولا اشتراك ولا صابوني مع تفعيل الجرس باش يوصلك ديما جديد. وشكرا. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد اليوم غادي نوريكم كما وعدتكم كيفاش كنعطر الاغطيه فوتيز الغطاء ديال السدادر، يعني كلشي ديال الكامات كلشي. وهذا المعطر كيبقى يدوم بزاف. اول حاجه كنحتاجو هذا البارفان اللي كيكون ديال ليتر، راه كيتباع في المغرب ولا عند المغاربه. هذه الماركه انا عجبتني، هذا نانين كتفكرني بيامات كوليج ويامات الليسي كنا كنديروها في المغرب، ولكن ما كانتش بهذا الشكل، كانت صغيره. دابا رجع اودو دو تواليت، في الاول كانت اودو بارفان، دابا راه ولات اودو تواليت. وهذه فيها ليتر. غادي نحتاج الماء مقطر، الا ما كاينش الماء مقطر كتشدي غير الماء وكتغليه. غنحتاج بيكربونات الصودا، غنحتاج غوطه غوطه، وغنحتاج لهاد القريعه اللي كتكون فيها هاد ديال بشت بشت باش تساعدني، وغنحتاج لهاد العود باش غادي نخلط المكونات. فهاد الماء اللي دافي شويه ومسخون، اللي سخون كاع نقولو، غنزيد معلقه ديال نزيد شويه ديال بيكربونات ونخلط حتى تذوب مزيان، حيت الا ما ذوبتوهاش في هذا الماء، حيت هذه كتكون شويه بحال الحبوب بحال الملحه، ما غاديش يقدر يدوز لكم في هذيك القريعه اللي غادي نستعمل هكا وانا كنخلط. من بعد ما داب لينا كيبقى داك شويه من التحت ما ديروهش. اول حاجه غادي نبدا نحل القرعه، هاي القرعه عندكم، ونحتاجوا لهذا اللي كيدوز الماء نديرو هنا، وغادي نخوي هذاك الخليط ديال الماء. انا هنا غادي ندير غير نص تاع القرعه، الا بغيتو ديروا بزاف الا بغيتو شويه على حساب نتوما. بارفان اللي كيكون راه نسيت ما قلتلكم، تقدروا ديروا اي بارفان نتوما كيعجبكم، يقدركم ديروا حتى داك ديال الاطفال حتى هو راه فيه يكون فيه شي روح زوينين، وقدروا ديروا حتى دوك تاع ميركادونا اللي فيهم فاني فيهم كاع جميع النكهات، هذوك راه زوينين. وانا اختاريت غير هذه موجوده عندي في الدار ما كنستعملوهاش بزاف، وكنديرها لهاد بحال دابا انا عندي مشكل في هاد القرع، ما غير متقوبه هكا، كنستعمل هاد السورين ملي كيكون فداك الدواء ديال الدريسه تاع السخانه غسلتو مزيان، صافي كنستعملو فهاد الخلاطات وهادشي، وقلبها بحال هكا ونبدا. ما كتشوفو انا عمرتها، وكنبدا نخوي القد اللي بغيت. بحال دابا القرعه عندي فيها نص تاع الماء داك الخليط تاع البيكربونات، غنزيد الربع ديال الريحه، نبقى مستمرة هكا حتى نعمر القد اللي بغيت. واحد الحاجه نسيت ما ذكرتهاش في المقادير في البدايه، كنزيدو الكول، هو حيت الكول والبيكربونات كيتفاعلوا كيطلقوا الريحه اكثر. هذا الكول راه من ماركه ديري بلوس تاع الجرح، كاين في ميركادونا بنات اللي غيسولوني، كاين في كلشي فارماسي كاين كلشي. زيد غير شي نقيطات، واخر حاجه كنزيد هي نقيطات من غوطا غوط، ماشي ضروري غوطا غوط، انا باش تزيد الريحه مزيان. الا ما عندكمش ماشي مشكل، ديروا غير دوك الروائح اللي قلت لكم تاع ميركادون القرعه هذه مزيان خالص كما كتشوف. كاين واحد بعض المرات كنبقى نزيد حتى سوا دي سانتي اللي هو داك اللي كنديرو من مورا باش بقى يعطي الريحه في الحوايج، حتى هو راه كيجي زوين. انا غير هذه طريقه يعني من هكا التعقيم، وفي نفس الوقت حيت كتعرفوا بيكربونات الصودا فاش كيطيح على شي طبعه ولا الفراش راه كتبقى كينقيها. نتمنى تعجبكم هذه الفكره، ونتمنى تجربوها، ولا عجبتكم ساندوني بلايك تاعكم واشتركوا مع الاصدقاء ديالكم باش القناه ديالنا تكبر. وواحد الحاجه بغيت نشكركم بزاف بزاف، حيت كل يوم
كنلقاكم كتزادوا كثر وكثر، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، حيت بلا بكم تما القناه ما غاديش تكبر. وشكرا بزاف لكل وحده فيكم، شكرا لكل كومونت تاعكم كيخرج من القلب وصافي. وشنقول لكم الله يخليكم علينا، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. سلامه.